أحبائي طلبة السلام لغات، النهاردة هنكمل مع بعض يونت 3 وشابتر 2، والشابتر بيتكلم عن universal gravitation and circular motion. تعالوا ناخد مع بعض ليسون 2. في ليسون 2 بيتكلم بقى عن الساتلايت الأقمار الصناعية. زي ما فهمنا إن المون بيلف حوالين الإيرث بسيركولار باس، ايه السبب فورا ان المون يقدر يلف حوالين الايرث في سيركلر باس؟ اللي فيه جرافيتيشن فورس ما بين الايرث والمون. فكانت الفكره ان انا ازاي ممكن اعمل حاجه زي المون بس يبقى ارتفيشال مون. يعني ايه ارتفيشال مون؟ اللي احنا سميناها ايه، ساتلايتس، اللي هي الاقمار الصناعيه دي. ازاي يبقى عندنا بادي يقدر يلف حوالين الايرث في سيركلر باس without falling on the earth surface or leaving the earth surface، لا يقدر لا يقع على سطح الارض ولا يبعد عن الارض بتاعتنا، ويبقى زي الايه الناتشرال مون اللي موجود عندنا. فكانت الفكره هنا ان احنا يبقى عندنا مون ارتفيشال مون، قمر صناعي يقدر يلف حوالين مين؟ يقدر يلف حوالين الايرث. طب ازاي اعمل حركه زي كده؟ ازاي اخلي الساتلايت بتاعي ده يقدر يلف حوالين المون بتاعتنا؟ تعال نشوف مع بعض الفكرة اللي احنا ممكن نستخدمها. تعال نفترض مع بعض ان في تاور، هاي تاور، برج كبير زي اللي موجود قدامنا ده، وان في زي ما يكون في واحد هنا واقف فوق وبيعمل throwing small object من التاور بتاعنا. فلو انا رميت الاوبجكت الاولاني with small force الاقي ان البادي بتاعي بياخد الكيرفت باص الصغير ده وينزل تاني على سطح الارض. ده بسبب ايه؟ اتفقنا بسبب gravitation force. طب لو زادت الفورس اللي ممكن ارمي بيها الاوبجكت، هلاقي ان البادي بيعمل كفر لونج ديستانس من البيز بتاعت التاور، هينبعد اكتر عن قاعده البرج. يعني لما تبقى الفورس صغيره الاقي ان البادي يعمل كيرفت باس وينزل قريب من البيز بتاع التاور بتاعي، ولو زادت الفورس شويه هيبعد اكتر عن البيز بتاع التاور. طب لو زادت الفورس شويه كمان، الديستانس كفرد بتاعته او الكيرفت باس بتاعها هيبقى اكتر من الاول. فقال لك يبقى لو انا حصل ورميت البادي with a certain force ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل circular pass، المسار الدائري ده. يبقى انا محتاج ايه بقى؟ يبقى انا محتاج certain force، قوة معينة تساعدني بان انا اقدر اخلي البادي بتاعي يعمل الايه، السيركولار باس. يعني كل ما بزود الفورس كل ما يبعد اكتر، كل ما زود الفورس كل ما يبعد اكتر. طب لو زودنا الفورس زيادة عن اللزوم ايه اللي هيحصل؟ هياخد السيركولار موشن ده. طب ايه اللي ممكن يساعدني ان انا اعمل حاجه زي كده؟ ايه الفورس اللي ممكن تستخدمها علشان اطلع ساتلايت للسبيس؟ لازم يبقى عندي حاجه اسمها روكيت، صواريخ. الروكتس دي هي المسؤوله، او هي دي اللي بتديني السيرتن فورس، دي القوه المحدده دي، علشان اقدر اخلي الساتلايت بتاعي ياخد السيركلر موشن بتاعه ويطلع بره الايرث جرافيتي. طيب بقى احافظ على الساتلايت بتاعي عشان ياخد السيركلر موشن بتاعي؟ تعال نحسب مع بعض الاوربيتال فيلوسيتي اللي بيحتاجها الساتلايت علشان يفضل محافظ على السيركلر باث بتاعه، لا يحصل فولينج على الايرث ولا يبعد عن الارث بتاعتنا. تعال نفترض مع بعض ان ادي الارث بتاعتنا اهي. احنا اتفقنا ان الار سمول، الار سمول، سوري، الار كابيتال دي هي مين؟ الريديوس اوف ايرث. والاتش ده مين؟ ده الهايت فروم ذا ايرث سيرفيس. وان الار سمول دي مين؟ ده الديستانس ما بين السنتر اوف ايرث والبادي بتاعي. طيب تعال نفترض ان في ساتلايت الماس بتاعته ام سمول وايه، بيعمل سيركلر موشن، بيتحرك في مسار دائري زي الرسمه دي. الماس اوف ساتلايت احنا اتفقنا السمول بادي اي جسم تاني بالنسبه للايرث هو ام سمول، ده الماس بتاعته صغيره. لكن الماس اوف ايرث احنا اتفقنا هتبقى الماس بتاعتها مين؟ ام كابيتال. وان الار كابيتال ده الديستانس ما بين السنتر اوف ايرث وايه؟ والساتلايت بتاعي. طب عشان يفضل بقى الساتلايت بتاعي محافظ على الاوربيتال باس بتاعه، احنا محتاجين ايه؟ ان يبقى الاتراكشن فورس اللي ما بين الايرث والساتلايت بتاعي، الاتراكشن فورس اللي ما بين الايرث والساتلايت بتاعه واللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الشابتر خالص، بتساوي مين؟ السنتر بيتال فورس اللي بايه بيدور بيها الاوبجكت او الساتلايت بتاعي حوالين الايرث. اتفقنا ان تاني نوع من انواع السنتر بيتال فورس مين؟
جرافيتيشن فورس. فيبقى ممكن اقول ان جرافيتيشن فورس اللي ما بين الايرث والساتلايت هي مين؟ السنتر بتاع الفورس اللي بيدور بيها الساتلايت حوالين مين؟ حوالين الايرث. طيب تعال نفتكر مع بعض القانون. السنتر بتاع الفورس اتفقنا ان الاف فيها بتساوي ام في سكوير اوفر الار، وان الاتراكشن فورس او الجرافيتيشن فورس اف ايكوال جي كابيتال ام كابيتال ام سمول اوفر ار سكوير. طيب احنا اتفقنا ان الام سمول دي مين؟ ده الماس بتاعت الساتلايت. والفلوسيتي دي مين؟ ده الفلوسيتي بتتحرك بيها الساتلايت. والار دي مين؟ ده الديستانس ما بين السنتر اوف ايرث والساتلايت بتاعك. طب تعال نبص على القانون الثاني، جرافيتيشن فورس اتفقنا مين هي جي كابيتال؟ الجرافيتيشن كونستانت. مين هي الام كابيتال؟ دي الماس اوف ايرث. مين هي الام سمول؟ ده الماس اوف ساتلايت. ومين هي الار سكوير؟ ده الديستانس ما بين السنتر اوف ايرث والساتلايت بتاعه. طب احنا اتفقنا ان احنا هنعمل ايه في القانونين دول بقى؟ هنعمل لهم ايكوالايز، هنساويهم ببعض. مش الفورس دي اتفقنا هي الفورس دي؟ خلاص تعالى نساوي ما بين الام في سكوير اوفر الار اللي هي بتاعت السنتر بتاع الفورس مع الجي كابيتال ام كابيتال ام سمول اوفر ار سكوير اللي هي جرافيتيشن فورس. الله، طب يا مستر ما الام سمول اللي هنا هي مين؟ الام سمول الثانيه. تعالى نعمل ايه في الاثنين دول؟ نشطبهم مع بعض. طب والار سمول دي هتروح تعمل ايه مع واحده من السكوير اللي هنا؟ هيروحوا مع بعض. يتبقى لنا ايه بقى من القصه دي؟ ان الفي سكوير ايكوال جي كابيتال ام اوفر الار. يبقى تاني، يبقى احنا عملنا ايه؟ شطبنا الام سمول دي مع الام سمول اللي هنا، شطبنا الار سمول دي مع واحده من الاثنين بتوع الار سكوير دي، بقى لنا ار واحده بس تحت. يبقى عندنا جي كابيتال اللي هي جرافيتيشن كونستانت، وعندنا الام كابيتال الماس اوف ايرث، والار ده الديستانس بين السنتر اوف ايرث والساتلايت بتاعي. يبقى قيمه الفي سكوير دي مين؟ دي اللي سميناها، دي سميناها الاوربيتال فيلوسيتي. طب لو عملنا بقى روت للمجموعه دي كلها هطلع بايه؟ يبقى ال v equal root g capital M over mean r، وأسمي ال velocity اللي احنا طلعناها دي باسم orbital velocity أو ال orbital motion اللي محتاجها is needed to maintain the satellite in its orbit around the earth. يبقى هي دي ال velocity اللي أنا محتاجها علشان يفضل satellite بتاعي محافظ على ال orbit بتاعه، لا يحصل له falling ولا يحصل له هو leaving mean the earth. يبقى تاني، يبقى احنا عملنا ايه؟ سوينا ما بين قانون السنتر بتاع الفورس مع القانون بتاع مين؟ بتاع جرافيتيشنال فورس. سوينا ايه؟ عملنا ايكوالايز للاتنين مع بعض، وكنسلنا الام سمول من الاتنين، وكنسلنا واحده من الار هنا مع واحده من الاتنين الموجودين في الار دول، اتبقى لنا ار واحده بس من تحت. يبقى قيمه الفي دي هي مين؟ قيمه الاوربيتال فيلوسيتي بتاعت الساتلايت. كويس، تعال نشوف بقى الأسئلة اللي إيه اللي ممكن تحصل. يقول لي مثلا what happens when satellite stops and its velocity becomes zero. إيه اللي هيحصل لو ال velocity بتاعت الساتلايت بقيت زيرو؟ إيه اللي هيحصل لو الساتلايت بتاعه وقف على الحركة؟ إيه المتوقع يحصل؟ ها؟ برافو، الساتلايت start falling freely towards the earth. يبدأ الساتلايت يقع على الأرض. لو فقط الفلوسيتي بتاعته الساتلايت وهو بيتحرك حوالين الأرث يبتدي يحصل له falling freely على طول، يبتدي ينزل. طيب تعال نشوف السؤال التاني بيقول فيها إيه؟ برضه what happens when the gravitational force between earth and the satellite vanishes. يعني إيه vanishes؟ يعني تلاشت. لو الأتراكشن فورس أو gravitational force اللي ما بين الأرث والساتلايت بقيت بزيرو، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي تتوقعه؟ قال لك الساتلايت will get free from the earth's gravitational field and travel to space. خلاص الساتلايت ايه اللي هيربطه ان هو يلف حوالين الارض؟ خلاص هيمشي ويسيب الارض. تخيلوا كده ان رابط اوبجكت في حبل وبلف الحبل بتاعه في سيركلر موشن، فراح الحبل ده راح اتقطع. الحبل ده بيبقى ايه بالنسبه لنا؟ ده الجرافيتيشنال فيلد بتاعه، الجرافيتيشنال فورس بتاعه. فلو الحبل ده اتقطع ايه اللي هيحصل للبادي بتاعه؟ هيسيب السيركل ويمشي في ستريت لاين. كذلك لو جرافيتيشنال فورس دي اتقطعت يعني بيكام زيرو، ايه اللي هيحصل لو انا رميت اي اوبجكت؟ هيحصل له ايه؟ فول في ايه؟ اواي فروم ذا ايرث سيرفيس، هيبعد بقى عن سطح الارض، مش هيعمل السيركل الموشن بتاعه. طيب تعال نشوف السؤال التالت ده كمان بيقول ايه؟ ذا كيرف اوف ذا بروجكتايل اند ذا كيرف اوف ايرث ايكوالايز. ايه اللي هيحصل لو البادي بيتحرك بكيرف وكان الكيرف بتاعه قد الكيرف بتاع الارث بالظبط؟ ها؟ ايه اللي ممكن يحصل؟
طبعا الـ satellite will move around the earth in a circular path. طب لو الكيرف بتاعه اصغر يحصل له free fall، طب لو الكيرف بتاعه اكبر هيحصل free from the earth field. طيب لو قده بالظبط هيعمل circular motion. حلو خالص. تعالى نشوف مع بعض البروبلم دي ونحلها كده سوا. بيقول فيها ايه؟ A satellite moves around the earth in a circular orbit the height of which is 940 كيلومتر. ارتفاع الساتلايت ده عن سطح الارض 940 كيلومتر above the earth surface. وبيقول لي calculate its orbital velocity، عايز السرعه بتاعتها بكام؟ if the mass of the earth is 6 times 10 power 24 كيلو وجرافيتيشن كونستنت 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 نيوتن متر سكوير بير كيلوغرام سكوير اند ذا ريديوس اوف ايرث از 6360 كيلومتر. اند كمان عايز ايه كمان؟ طلب تاني ذا تايم ريكوايرد تو كومبليت وان ريفولوشن، والوقت اللي هياخده علشان يلف لفه كامله. يبقى الجيفنز اللي معانا بالماس اوف ايرث، معانا الهايت بالكيلومتر، معانا الريديوس بالكيلومتر، ومعانا الجرافيتيشن ايه؟ الكونستنت بتاعنا. اول حاجه هو عايز مين؟ عايز الاوربيتال فيلوسيتي. طب عشان اجيب الاوربيتال فيلوسيتي يبقى لازم عايز يكون في الاول الار سمول. احنا اتفقنا الار سمول دي مين؟ ار كابيتال بلس اتش. مين هي الار كابيتال؟ ده الريديوس اوف ايرث. مين هي الاتش؟ ده الهايت بتاعي. اعملهم الاثنين بلس، طول ما الاثنين دول بالكيلومتر وده كيلومتر يبقى ممكن اعملهم ادنج مفيش اي مشكله، لكن لو في واحد فيهم بالكيلومتر والتاني فيهم بالمتر يبقى لازم اعمل ايه؟ احول الاثنين. واسهل حاجه اتفقنا نعملها ايه؟ احول كل حاجه للمتر. طب يا مستر الاثنين دول بالكيلومتر، خلاص ممكن اجمعهم مباشر يطلع لي الناتج بالكيلومتر، وبعد ما يطلع بالكيلومتر انا احولها. طب احنا عشان احول الكيلومتر للمتر بنعمل ايه؟ تايم 10 باور 3. تايم 10 باور 3، تايم 10 باور 3، ولو هنا في اد بوينت 2 اد 1 2 3 يعني ممكن اقول 7.3 تايم 10 باور ايه 6. يعني انا ممكن اعمل 7300 دي تبقى 7.3 تايم 10 باور 3، وفي هحولها بقى من كيلومتر لمتر تايم 10 باور 3، وفي تايم 10 باور 3 يبقى تايم 10 باور كام؟ 6. يبقى انا اول حاجه جبتها هي مين؟ الاوربيتال ريديوس بتاعي الار سمول، بسميها اوربيتال ريديوس. وليه سميناها اوربت؟ عشان الساتلايت بيدور في اوربت، عشان كده سميناها اوربيتال ريديوس. تعالوا بقى نجيب مع بعض الاوربيتال فيلوسيتي. ها ال V equal root G capital M over ال R. ال G capital اللي هو gravitation constant واحنا خلاص احنا حافظينه وعارفينه، ال M capital ده mass of earth، ال R small ده radius of earth واحنا خلاص كنا جبناه. هحطها كلها على الكالكوليتر بتاعتي يطلع لي 7.4 times 10 power 3 meter per second. طلب التاني كان عاوز ايه؟ عاوز يحسب project time. طب اجيب project time ازاي؟ احنا كنا خدنا في الشابتر اللي فات ان انا ممكن اجيب الفيلوسيتي ب 2 باي ار اوفر تي ويبقى تي ده بريدكت تايم، كذلك ممكن اقول يبقى البريدكت تايم هو 2 باي ار اوفر مين؟ اوفر الفيلوسيتي. تاني يبقى البريدكت تايم هو السيركمفرنس بتاعي ال 2 باي ار اوفر الاوربيتال فيلوسيتي اللي احنا طلعناه. طيب يبقى 2 الباي 22 اوفر 7 والار 7.3 تايم 10 باور 6 والفيلوسيتي 7.4 تايم 10 باور 3، اعوض عنها يطلع لي التايم بتاعي بالسكند. طب الساتلايت فكرته حلوه وعرفنا ازاي نحط ساتلايت يلف حول الارض، لكن ايه الابلكيشنز اللي انا ممكن استفيد بيها من الساتلايت؟ ايه الحاجه اللي ممكن استفيد بيها؟ احنا لو قعدنا نفكر كده هلاقي ان حاجات كتيره جدا بنقدر نعمل بيها بالساتلايت. تعال ناخد اول ابلكيشن مع بعض. بنستخدمه از كوميونيكيشن ساتلايت، اقمار الاتصالات. كل الفون كولز بتاعتنا والراديو والدي في ستيشنز كلها بتعتمد على وجود مين؟ الساتلايتس دي، الاقمار الصناعيه. يبقى اول ابلكيشن من الابلكيشنز بتاعت الساتلايت بيستخدموا فين؟ في الكوميونيكيشن، في الاتصالات. يعني احنا كل الساتلايت دي ما كناش نعرف نعمل مكالمات التليفون بتاعتنا، ولا يبقى عندنا ديش في البيت بسهوله انا اقدر استخدمه. ليه؟ مش هيبقى في قناه او ادوات اقدر انقل بيها الشانلز بتاعتي. برضه بنستخدمه في الاكسبلوراتري اند سباينج ساتلايت. الاقمار الاستكشاف والتجسس.
اقمار الاستكشاف والدقات دلوقتي اغلب الميليتري والبوليتيكال ليدرز بيستخدموا الساتلايتس في ان هم يقدروا يعملوا مونيتورنج للايرث بتاعتنا او للسبيس بتاعتنا، للمنطقه بتاعتنا او المساحه بتاعت الارض بتاعتنا. لو انا عايز اشوف بقى تحركات الجيوش اللي حواليا في البلاد اللي حواليا اقدر اشوفهم واكشفهم بسهوله، ساعدونا على اتخاذ القرارات بتاعتنا ونقدر ايه يعني نحدد الاعداء فعلا الموجودين فين، اماكنهم. يعني ليها استخدامات عسكريه كتيره جدا جدا وعلى نطاق واسع جدا في كل بلد في العالم دلوقتي، اغلبهم كله بيعتمد على الساتلايتس دي. طيب برضو الرومد سينسنج ساتلايت، اقمار الاستشعار عن بعد. طب اقمار الاستشعار عن بعد دي ممكن نستخدمها في الاي ار يوزد ان ستادينج اند مونيتورينج ذا ايمرجنت بيرز، يعني هجره الطيور نقدر نراقبها ونشوف حركتها ازاي. determining mineral resources اكتشاف المصادر الطبيعية، يعني ممكن اعرف المنطقة دي فيها فحم، المنطقة دي فيها بترول، المنطقة دي فيها غاز طبيعي من خلال مين الأقمار الصناعية. and their ratios underground، ونسبها موجودة قد ايه، يعني الحتة دي فيها قد ايه من الفحم او الحتة دي فيها قد ايه من الغاز يقدر يكتشفها لي. برضو بيستخدمها في حاجات كتيرة جدا جدا، وبيستخدمها في الويزر وفي الطقس. دلوقتي احنا بينا الويزر فوركاستنج بيعتمد بشكل مباشر على الرومد سينسنج ساتلايت، بقينا بنعرف ان ايه اللي حبوب الريح اللي هيحصل. يعني احنا الفترة اللي فاتت عرفنا منين ان في اتربة جاية ورياح شديدة وفي امطار وفي سحب منخفضة وسحب مش عارف ايه، كل ده بيعتمد على مين؟ على الرومد سينسنج ساتلايت، اقمار الاستشعار عن بعد اللي هي بتتنبأ بالطقس وباحواله ودرجات الحرارة. طيب ايه كمان ممكن نستخدمه؟ استرونومي ساتلايت، الاقمار الفضاء. واقمار الفضاء نسمع كتير على الهيوج تلسكوب رومينج ان سبيس، اللي هي في التلسكوبات الكبيره اللي بتسبح في الفضاء اللي هي بتصور لنا بقى الفضاء من مسافات كبيره ومسافات بعيده. نسمع كتير على وكاله ناسا ومحاولتها للبحث على الحياه في كواكب اخرى. طب العمليه دي هنروح ندور في الكواكب؟ لا طبعا، احنا بنبص عليها بالتلسكوبس اللي منتشره في الكون كله، والتلسكوب ده بقى بتصور اللي بيحصل في المجرات التانية واللي بتحصل في الكواكب التانية او المجموعات الشمسيه التانية عشان تدينا نظره شامله على اللي موجود في الكون كله.